من فوق. انت احلى حاجة في مصر. عايز اشوف سطحنا لو بيبان من هنا. يا لهوي كرم شافت. عينيك الحلوة شغلني وحدك بس فنني. تعالي بحضني يا عمري على روحي طمني. مع حب الحياة هنعيش ونتدارى من الفراوي. وإيه يعني لو العشاق في دنيتنا يزيدوني. وإيه يعني الناس دي كلها. مش عارف باين نسينا نجيب البنطلون اسود. الوصله بتاعتك لسه خالصه يا مع عم حجاج. مستأذن منك يا كرم. ايوه عم حداد صح. ايه اللي في وشك ده يا بنت الكلب يا سايبه؟ ما انت لو ليك رادل يا ربيكي ما كنتش عملت كده. قوم وقفي وقفي. انا ما عرفتش اربيكي ولا ايه؟ انا ما عرفتش اربيكي. كانوا بيمسكوا الصعايده في الشوارع، ولما الرئيس عبد الناصر رجع قابل وزير الداخليه في المطار قال له ها هتحب نرجع الصعيد تاني ولا هتسمح لنا نقعد هنا؟ قام فهم او رجع الصعايده من تاني. صباح الخير يا ابو الحاج. صباح التكشير. مالك يا اخويا؟ شوف يا ابو الحاج، هلا هلا عداد الجد. هلا هلا عليه. وان كان حبيبك عسل سده واستريح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يرضيك يا ابو الحاج ان شحاته ياخد بيزا تطلع معاه وتسهر لوش الفجر؟ الناس تقول عليا انا ايه؟ لو دي بنتك نضايح كنت رضيت؟ لا عداك العيب يا كرم، احنا محقوقين لك. اكسبنا صلاه النبي. وبعدين ولا قابلين يا كرم هنكتب كتابهم ونجهزهم ونجوزهم. لك حاجة تاني؟ لا مش قبل مضمن حق بيسة في الدكان، قصدي حق شحاتة يعني. فهم. عاوزني اوزع ورثي قبل ما اموت يا كرم؟ عاوز عيالي يورثوني بالحياة؟ مقصودش يا ابو الحاج، انا بس عايزك في اكتب. قوم من قدامي. قوم خد بس يا كرم، خد يا كرم، خد تعالى بس ما تبكاش قف. تعالى احب على راس ابوك الحاج. شوفك الرار. الله الله عدد والجد. الله الله عليه. وان دلك الطوفان ما تلحسوش كله. ازاي يعني ده؟ على الحرام ما خليش حياته ده يلمس طرف دلبيت اختي اللي ام ابوك تبلو حقها في الدكان. فهمت؟ غلطان انا؟ لا معاك حق. طب جاش والد ابوك لما عملتش كده؟ هتشوف. بت يا بيسه، بت يا بيسه، اول ما النهار طلع قلت اجي اعرف عملته ايه ليله امبارح. يا مراري، هو الواد بدل ما يفسح ضربك؟ الحيوان كرم نكد عليا. الله ينكد عليه بعد احلى ليله شفتها في حياتي. الله ينكد عليك يا كرم يا ابن حواء وادم. ولا يهمك يا بت، قولي لي عملتوا ايه ليله امبارح؟ عملتوا ايه؟ قولي.
نضيفة يا باشا والله العظيم على لحم مخ من الصبح. عايز كرم غباوة. حاضر يا عم كرم. ايوه الرئيس عايزك. أمر سعادة الباشا. عايز 20 ميكروباص طول مدة الانتخابات بثواني. ماشي يا باشا، العربية بالسواق تعمل 200 جنيه، في 20 يبقى 4000 جنيه في اليوم. ده عربون ويوم بيوم تاخدوا حقكم. ده وسعادتك عايز السواقين برخص ولا بدلاليب؟ لو البطائق متقطعة يبقى أحسن، ويوم الانتخابات عايز 5 عربيات نقل كبار و10 عربيات نص نقل بميكروفونات. علم ونفذ يا سعادة الباشا، شرفت يا باشا، نورتنا. ألف سلامة يا باشا. إيه الدمال ده؟ بس مش غريبة يعني إنه يدي بنفسه في الحتة المعفنة في النادي. هو مين ده يا عمي؟ أبو تريكة. صوت من أجل كفاح الديمقراطية، من أجل صراع الحرية، من أجل قتال الآخر، قول كلمتك في الحدث الديمقراطي التاريخي. إحنا شعب انتصر في حرب 73 سنة 6 أكتوبر، إحنا شعب بيعمل المحشي، يقول النكتة، شعب طيب، شعب ولد حلال، رد الدمين، رد الدمين يا صاحب الفقر. الفقر غربة في الوطن، مالوش لا ظهر ولا تمن، يهلك ويشقى سنين ويدوب يجيب حق الكفان. ليه البلد محنية محنية شايل عذاب، مرهونة على زلزال. طب مين اللي قال ملها؟ ومين كان زملها؟ ومين واقف وياها وياها ورد المحن؟ كده فردت ونقدر نتجوز. ألف ألف مبروك يا عمي، وأول عيل هتطمهولي البوز وأضربه بالشبشب. بقول لك يا كرم، أنا عايزك تيجي معايا، أنا سايب المعلم حجاج طاير في الدكان، تيجي نسترضيه بكلمتين ونخلص الموضوع ده. بقول لك إيه يا عم كرار، قوم ورينا عرض كتافك وروح قول له كرم غباب يقول لك ما عندوش بنات للدواز. يلا عيب يا كرم، الناس شاريينكوا قوي يا عم. لو شاريننا أنا قلت له شرطي وهو عارفه. يلا بعد إذنك عشان دي فلوس ناس. يلا وده شيء ناس. طب إيه؟ وتاني ما قول قول شربت غرب كيفك. راح فين يا دلعت ابوك؟ هو ايه اللي راح فين؟ رايح فين بقول لك؟ هو اللي بيحصل جوه. يا لهوي. طب انا هاخد الحاجه. فين حساب الحاجات دي؟ ما ده الحق يا طلب. تهتب الله العظيم، ما انت ماشي من غير ما تفتح الحاجات دي. ايه ايه في ايه؟ روح انت، ما انت حسابك واصل. ايه مالك؟ خصم خراب بيوت دي، هو ما فيش احساس؟ ما عندش سعاد والطاف وغيرها، تعال تجيب الفوق؟ حسبنا تعالى ولد السود انت، ما انت تمشي امي، امي احسن من امك، امك انت غير يا ابن السود. تعال بعد عني ده راجل سليمان. كفايه قلت لك الله. ايه؟ وانت يا حيله، يلا على ابوك قول له انهم ضربوني. ايه؟ ساش كمان تقول له ان خدنا الفلوس اللي في الجرد كلها. مخ يخرب الدنيا لما يقول له. يخرب ولا حاجه، ايش حدا مش هيقول له، هيخاف. سرحان في ايه يا واد مالك؟ ولا حاجة يا رب. العروسة لحست مخك اياك. السلام عليكم يا ابو الحاج. عليكم السلام. ايش حات؟ قلت له؟ قال لي على ايه؟ على الطلاق، انت واد خايب وتستاهل اللي يعملوه فيه. بتسكوا بقى يا كرار، اسكوا. في ايه يا شحت؟ ولا حاجة يابا، مفيش حاجة. في ايه يا كرار؟ مفيش حاجة يابا. لا في اخواته يا ابو الحاج بهدلوه. يابا عشان خاطر يابا بلاش تعمل لهم حاجه يابا، دول اخواتي بردك يابا. يا رب الحاج يعني تاكلوا صار فيكم اللقمه يا اوساخ. خير يا حاج، مالك في ايه؟ عارفين ايش في ايه؟ ايه بس ايه؟ طب شحات ده كان ده وعايز يوقعك فينا برا. نجلس منك ليه برا؟ درج الفلوس من النهارده مع شحاته، هو اللي هيحاسب وهو اللي هيطلع لكل نقطع منكم مصروفه. امشي كمان امشي. طيب يا شحات ماشي. قلت بالله العظيم ما قلت له حاجه على يد يا جماعه، اشحاته ما قالش لابوكوا حاجه.